السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ضجت الصفحات الجزائرية الناشطة على منصة الفيسبوك بالحديث عن المؤثرة الجزائرية إنس عبدلي، وانتشر فيديو فاضح كالنار في الهشيمة لهذه الفتاة المؤثرة، وتم تداوله على أوسع نطاق في تطبيق ماسنجر، وخرجت هذه الأخيرة عن صمتها اليوم في خاصية ستوري على انستغرام، وقالت أنها ستقوم بمتابعة الصفحات والتي قامت بتشويه سمعتها، وقالت أن الفيديو تم فبركته بالذكاء الاصطناعي وهو يعود لفتاة أخرى، وتفاعل ناشطون مع الحادثة ودعوى السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة سن قوانين جديدة تعاقب هؤلاء المؤثرين والفنانين لأنهم أفسدوا المجتمع الجزائري.